النفط المهرب من اقليم كردستان كان الى يد بقرار اوبك؟ اكيد اكيد، يعني احنا حتى وان ذكرت الحكومه ما ذكرها لانه تتحرج من عنده، لكن هذا الشيء يعني سبب للعراق حرج كبير جدا، وخلى العراق يدفع ثمن كبير جدا، حتى ثمن موقفه، قوه موقفه في اوبك. يعني من المعيب جدا انه انت كسلطه عليا واكو سلطه ثانيه تهرب بنسبه من نفطك نسبه كبيره، يعني ال 100,000 او ال 80,000 يعني تاثر، يعني في لحظه من اللحظات يمكن اذكر فد حادثه بسيطه، يمكن الزميله ايضا او الاستاذ يعرفها، يعني احنا في مرحله من المراحل قبل كم سنه المكسيك يعني دخلت في صراع مع اوبك وهددت بانه على مود 50,000 برميل، بانه كانت الاسعار العالميه هاي ال 50,000 لو طرحت اوبك دخلت كلها في مفاوضات ماراثونيه على مود ال 50,000 انه بس لا المكسيك تطرح 50,000 بالسوق. فانت كيف اذا هاي النسبه من التهريب ما راح تاثر على حصه العراق وتاثر على وضع النفط في العالم؟